طيب يعني في شيء اسمه كرامة؟ نعم في شيء اسمه كرامة. فهاي مريم عليه السلام، مريم عليه السلام امرأة ضعيفة قد وضعت للتو، يأمرها الله أن تهز النخلة تساقط على بها رطب. ومعلوم النخلة من أثبت الأشجار، وأن الرطب كيف يؤخذ منها؟ بهزها ولا بالتسلق لها وخرصه؟ صح؟ هذه ضعيفة والدة تهز النخلة يسقط عليها الرطب، أكرمها الله بذلك، وغيره وغيره. والكرامات بعد الصحابة أكثر، كما ذكر الشيخ سالم تيمية في كتابه الفرقان، قال لأن الناس احتاجت أكثر إلى ما يطمئن قلوبها بخلاف الصحابة اللي كان إيمانهم أقوى. لكن هذه الكرامة يا أخوان موقف ينقذك الله من مصيبة، يكرمك موقف من المواقف، لا كما يفعل هؤلاء. هؤلاء كرامته ايش بجيب؟ متى ما شاء أخرجها، حط موعد، تعال مكان فلاني، تعالوا 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 أسوي لكم الكرامة. هكذا هكذا تحدث الكرامة؟ لا، ممكن إنسان يكون في مصيبة ولا في حادث ولا في شيء وينجو. ينجو من الذي ينجيه؟ الله عز وجل، لعمل صالح أكرمه الله عز وجل، لدعوة والديه، لمعروف صنعه. قد ينجيه الله من حريق، من مصيبة، من طامة، من داهية، ممكن. لكن أن هذا الكرامة كان إيش؟ متى ما شاء أخرجها، أفعل كذا وكذا، وبعض يضرب له شيء في رأسه، وبعض شيش في بطنه، وبعض يدخل في إيش الكرامة هذه؟ إيش فيها الكرامة؟ بل هذا مخالف أمر الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. والله يقول في كتابه إيش؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بل أهل العلم لما تكلموا عن ما يؤذي الإنسان بنفسه للحاجة، قالوا لو للحاجة لما قلنا بالجواز، كالختان مشروع لأنه بحاجة إليه الذكر، وكخرم إيش الأذن لأنه تحتاج الأنثى إلى حلي. أما الإنسان يضر نفسه هذا ما يجوز أصلا، فضلا يكون هذا عبادة وقربة إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا يتقرب الله بالمعاصي لما نهى الله عنه ورسوله. نعم.